السلام عليكم. في البرامج السابقة احنا شرحنا مصفوفة تتكون من 10 صفوف، بعد كده البرنامج اللي بعده حسبنا باستخدام قاعدة size of array name ازاي نحسب حجم 10 صفوف لو كانوا انتجر يبقى ب40 بايت. في البرنامج ده هنتعامل مش مع صفوف بس وليس، ولكن هنتعامل مع أعمدة، صفوف وأعمدة، include ومين، القوس الأول والقوس الأخير. ده كده كود ده كده قاعدة أساسية في أي برنامج. إيه الكود اللي هنكتبه؟ هو اللي في النص دي، ده الكود اللي هنكتبه. المصفوفة دي يعني نحجزها بخانة integer، integer بيمثل أعداد صحيحة، والإيه هو اسم المصفوفة A B C زي ما أنت عايز اسم المصفوفة. أول قوس ده بيمثل عدد الصفوف، 3 صفوف اللي هما باللون الأسود ده، ده الصف الأولاني، ده الصف التاني، ده الصف التالت اللي هما باللون الأسود. بعد كده 5 أعمدة متقاطعين مع الصفوف دي، 5 أعمدة اللي هما باللون الأحمر، العمود الأولاني، التاني، التالت، الرابع، الخامس، 5 أعمدة باللون الأحمر. تمام. البرنامج ده كل صف هيسجل فيه 5 تقاطعات، يعني الصف الأول تقاطع العمود الأول هيسجل رقم 1، الصف الأول تقاطع العمود التاني هيسجل رقم ده، الصف الأول تقاطع العمود التالت هيسجل ده، العمود الرابع ده، العمود الخامس ده. دي التقاطعات دي اللي هي باللون الأخضر ده، ده معنى البرنامج. طيب خلصت أنا من دي اللي هو ال5 تقاطعات بتاعة العمود مع الصف الأولاني، هيزود 1 ويجي على الصف التاني اللي هو ده. في كم رقم؟ في 5 أرقام، يبقى 5 تقاطعات، يعني 5 أعمدة، كل عمود فيه رقم في الصف ده، يبقى العمود الأولاني في 6، العمود التاني في 7، 8، 9، 10، هي دي الأعمدة دي اللي باللون الأحمر، وده الصف، وهكذا مع الصف اللي بعده اللي هو الصف التالت اللي هو ده، هسجل بيه برضو 5 أرقام اللي باقيين اللي هم دول تقاطعات. يعني عشان نعمل ده بالبرنامج بنستخدم قاعدة فور، وقبل ما نستخدم قاعدة فور لازم تحجز لي اسم العداد اللي بيعد الصفوف. انت بتعد الصف الأولاني اللي هو بيمثل في العداد، جوه العداد بيتعامل مع الصفر، بيبتدي العد من الصفر، فانت بتسمي الصف الاولاني هو صفر، الصف بتسمي الصف التاني هو 1، بتسمي الصف التالت هو 2. تمام. وسميت ان الصف هتعامل معاه بالرمز i، والعمود هتعامل معاه مع الرمز j. ده كده الصف وده العمود. تمام. فقلت العداد اللي هيعد حجزتهم انتجر علشان دول اعداد صحيحة، الارقام اللي هتتخزن في تقاطعات الصف مع العمود دي ارقام صحيحة، 1، 2، 3، 4، 5. قاعدة فور الاولانية دي بتحسب عدد الصفوف، الصف الاول لو بيمثل الصفر اللي هو ده، اللي هو ده، ده الصف الاولاني، هسجل فيه كم تقاطعات؟ 5 تقاطعات، يعني 5 اعمدة. تمام. عشان يحصل ده اعمل ايه؟ هو اول مرة بيقارن، هل الصفر اصغر من 3؟ يعني هل الصفر اصغر من 3؟ اصغر من 3، هيزود 1 في العملية الجديدة. تحقق الشرط ده ان الصفر اصغر من 3، يروح ينزل، يبقى هو كده هيتعامل مع الصف الاولاني اللي هو بيمثل صفر، الصف الاولاني بيمثل في الصفر، الصفر اصغر من 3، اتحقق الشرط. هيتعامل بقى ويشوف ايه الحاجات اللي هيحطها في الأعمدة دي. انت قلت عمود، يبقى في قاعدة تانية تتحط اسمها فور، فور والجي برضو اتفقنا ان قاعدة فور بتبتدي العد من الصفر، العمود الاولاني بيمثل صفر، العمود التاني بيمثل 1، وهكذا زي ما انا كاتب فوق. ادي العمود الاولاني في الذاكرة بيمثل صفر، العمود التاني بيمثل 1، 2، 3، 4، يعني 5 أعمدة من الصفر لأربعة. هيعمل ايه بقى؟ الكود ده معناه طالما
الجي اصغر من 5 زود 1، يعني هو يبتدي من الصفر. الصفر اصغر من 5 زود 1، يعني شوف زود 1 يعني هات العمود الثاني. اصغر من 5 حط الرقم اللي سجلته، يعني لو اتفقنا ان العمود الاولاني نحط فيه 1 ماشي. هو بيقولك بقى العمود الخانه بتاعت العمود الاولاني في الذكاء بيسميها صفر. هل الصفر اصغر من 5؟ يعني هل ده العمود الاولاني؟ العمود ده الاولاني هسجل فيه رقم 1. طيب هيزود 1 عشان يقلب على العمود الثاني اللي هو العمود الثاني اللي هو ده ماشي. بقيت هنا 1، بقيت هنا 1، هيعمل كده. الشكل ده بقى هنا 1 اللي هو العمود الثاني هيسجل فيه الرقم 2. بعد كده هيزود 1 عشان يقلب عشان يجيب العمود الثالث. هيزود 1 وهكذا 2، يبقى 0 العمود الاولاني، 1 العمود الثاني، 2 اللي بتمثل العمود الثالث. العمود الثالث هيسجل فيه كام؟ رقم 3. الارقام اللي هيسجلها حاجه والعد بتاع العمدان ده حاجه تانية، عشان بس ما تتلخبطش من الارقام اللي بيسجلها ما بين العداد. العداد ده قاعده بيعد صفر، هات العمود الاولاني شوف انت هتخزن فيه رقم كام، مش لازم واحد، ممكن يسجل فيه 500 براحتك. هيزود 1، هات العمود الثاني هتخزن فيه رقم 2، العمود الثالث هتخزن فيه رقم كذا. طالما الجي اصغر من 5 يعني 0 1 2 3 4 يعني 5 اعمده، 5 اعمده بخمس ارقام هيسجلهم في الصف الاولاني، هيسجلهم في الصف الايه الاولاني اللي هو اتفقت ان هو بصفر، ده الصف الاولاني. سجل هو الخمس خمس اعمده الاولانيين، سجل 5 اعمده الاولانيين اللي هم دول الصف الاولاني. طب هو عايز يجي للصف الثاني، هو كده خلص من الصف الاولاني اللي هو ده، سجل 5 اعمده في الصف الاولاني، كل عمود بواحد اتنين تلاته اربعه خمسه. طب عايز يجي الصف هنا، عايز ينزل تحت هنا، هيعمل ايه؟ لازم يزود 1، مش دي كانت بصفر؟ دي مش بصفر؟ عشان تنزل تحت الصف التاني مش بيعمل ايه؟ هيزود 1. هو عمل كده بالظبط اهو، دي كانت صفر راح زود 1، بقى ده الصف التاني هيحط فيه الايه؟ نفس ينزل تحت، دي بقت 1 برضو اللي هو العمود اللي هو الارقام الجديده يعني اللي هي دي. يجي هنا ادي الصف الثاني اهو اللي هو ده، هسجل فيه كام عمود؟ 5 اعمده برضو. هسجل فيه كام عمود؟ 5 اعمده. هيبتدي من العمود اللي هو الاولاني هسجل فيه كام؟ 1 6. بعد كده يزود 1 عشان يجي على العمود الثاني، سجل فيه كام؟ سجل فيه 7. يزود 1 على القيمة دي عشان يجيب العمود اللي بعده، ويزود 1 على القيمة دي. قيمة طبعا يعني كل قيمة جديدة، يعني دي جت بصفر بعد بواحد بعدين 2 بعدين 3 بعدين 4 زي كده. ادي الصفر اللي هو العمود الأولاني، 1 العمود الثاني، 2 العمود الثالث، 3 وهكذا. صفر صفر اللي هو العمود الأولاني، 1 العمود الثاني، هنا دي يعني العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس. كل عمود فيه فيه رقم بس، ده اللي بيعمله. هيسجل 5 ارقام دول اللي هو من 0 ل 4. طيب تحقق الشرط ده وانتهى ده، عايز يجيب الصف الثالث يعمل ايه؟ يرجع تاني. هو خلص دي كده، هو عارف ان وصل من 0 ل 4 اللي هي بتمثل هنا، من 0 اهي ل 4 اللي هي دي. طيب خلاص هو كده خلص الاعمده بتاعته، تلقائيا يروح مزود واحد هيزود 1 للصف الجديد، يبقى دي بواحد، هتزود 1 ينزل تحت الصف التالت. هينزل على الصف التالت هيحقق تحقق الشرط
ان 2 اصغر من 3. ما هو الصف الثالث هنا في البرنامج اللي هو بسميه 2، تمام؟ الاثنين اصغر من 3، اصغر من 3 جوه القاعده بتاعت 4. يجي على الاعمده اللي هيخزنها، هيخزن كام عمود؟ هيخزن 5 اعمده. انت قلت له ان الجي اصغر من 5، واحنا قلنا الجي ده بيمثل عمود. وهيبدا العد منين؟ من الصفر. صفر الأربعة يبقى 5 اعمده، 0 1 2 3 4 5 اعمده. العمود الاول هيسجل في الرقم ده، العمود الثاني هيسجل في ده، العمود الثالث هيزود، يعني كل مره هيزود واحد عشان يقلب على العمود الجديد. يعني الجي بتساوي 0 يبقى هو هياخد العمود ده ويزود واحد عشان ياخد العمود الثاني، ويزود واحد عشان يقلب على العمود الثالث، ويزود واحد عشان ياخد العمود الرابع، ويزود واحد لغايه لما يوصل العمود الخامس. تحقق الشرط، هيزود واحد ثاني ما فيهوش عمود، خلاص يبقى كده البرنامج خلص. طبعا برنت اف دي معناها طلع الخرج بتاع العمود والصف، الصف اللي هو بيمثل اي، والعمود اللي هو بيمثل جي، والاي اللي بتمثل اسم المصفوفه. وطبعا برنت اف دي مهمه جدا، سلاش ان معناها يعني كل لما تخلص الصف الاولاني اعمل سلاش ان، انزل على الصف الثاني. لما تخلص الصف الثاني سلاش ان، اعمل الصف الثالث. بعد كده اقفل البرنامج، وانتهى البرنامج على كده. شكرا.